وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المقدم طبيب مناف القحطاني، رئيس غرفة تحكم وترصد فيروس كورونا المستجد. بعد التحية دكتور مناف، إذا صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم من مرض فيروس كورونا أولوية قصوى يسعى الجميع للحفاظ عليها، ما هي الإجراءات التي تتخذونها في الغرفة بالإضافة بالتنسيق مع بالطبع مع وزارة الصحة مع الذين تواجدوا في إيران في شهر فبراير الجاري؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أخي الكريم مساك الله بالخير وعلى جميع من يسمعنا الآن. احنا أنا حاليا أكلمك من غرفة العمليات في مركز ولي العهد قرب مستشفى العسكري. أبشركم الحمد لله العمل مستمر، جميع الطاقم فريق العمل موجود معي حاليا. أنت لاحظتوا في فترة خلال 24 ساعة احنا فعلا شددنا من الاحترازات الوقائية، بس هاي كان هدفها فعلا ان احنا نحافظ على صحة وسلامة أخواننا المواطنين والمقيمين. بعد سلمك الله، يعني الأشياء اللي عملنا على تطوير الإجراءات الاحترازية الأخيرة هو حاليا احنا قاعد ندرس آلية وضع الحجر المنزلي، خصوصا مثل ما انت عارف يعني احنا متوقعين ان بيكونوا في كثير من المواطنين في الفترة القادمة بيكون راجعين من البلدان الممنوعة، فالحجر المنزلي كان من ضمن الخطط اللي احنا درسناها وما زلنا فعلا ندرسها بدقة. حطينا آلية في حول لو صار عندنا مثلا عجز في اكتفاء اعداد من المواطنين، فدارسينها خبينا سلبياتها وخبينا ايجابياتها وراح نرفعها حق الجهات المختصة. الشيء اتوقع انتم قاعد تشوفونه حاليا ان فعلا تم رصد الى الان 26 حالة، وبالتالي الحين كان من المهم ان نعمل على يعني وضع مثل جدول مواعيد للفحص حق المخالطين للحالات الإصابة. وفعلا يمكن نزل اليوم القرار ان بدينا نتحرى عن الاشخاص اللي سافروا ايران قبل ما يطلع قرار المنع. طبعا للتاكيد احنا نسوي هذه الاجراءات المشدده علشان نحرص ان المواطنين الموجودين والمقيمين يكونون في صحه وفي امان من فيروس كورونا. انا احب يعني ااكد للمليون مره، اليوم مرينا على جميع الحالات المصابه في مركز ابراهيم خليل كانو، وبعضهم كان في مركز الامراض الوراثيه بالقرب من المستشفى السلمانيه. يعني حاب اطمنكم جميعهم في حاله مستقره حتى بدون ما اعطيهم الادويه الخاصه لفيروس الكورونا، لا منهم يحتاج الى اكسجين، ياكلون بصوره طبيعيه، التنفس والعلامات الحيويه كلها تدل على مؤشرات، يعني في بمعنى الصح صراحه يعني هم اشخاص اصحاء ممكن يمارسون حتى اعمالهم اليوميه، لكن احنا حرصا على 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 حصر الاعداد اضطرينا نخليهم في المستشفى تحت الرعاية خلال فترة زمنية محددة احنا نقررها عشان نشوف لا قدر لو تصير مضاعفات والله لا. فهذه دائما من الامور اللي قمنا فيها خلال 24 ساعة من اعلان عن ازدياد الحالات. نعم دكتور، كما اكدتم سابقا في المؤتمر الصحفي بانه لا توجد هناك حالة اصابة من بحريني الى بحريني، انما انتم يعني رصدتم الحالات المصابة التي كانت قادمة من إيران، ولكن كما دعت أيضا وزارة الصحة بالمواطنين الذين تواجدوا في إيران خلال شهر فبراير، ماذا يتعين على هؤلاء المواطنين تجاوبا مع الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة؟ تمام، أول شيء قبل ما أجاوبك على هالفقرة، يعني ترى حتى لو صارت عندنا حالة إصابة من شخص لشخص هذا لا يعني إن هناك يعني حالة في ازدياد وإن هناك مشكلة. طبيعيا يعني حتى معروف إذا إنسان عنده إنفلونزا بيعادي إنسان ثاني، فأنا حتى متوقع صراحة إذا مو اليوم إذا مو بكرة أو اللي بعده بتكون هناك قد تكون هناك حالة إصابة من شخص كان مصاب إلى شخص قريب منه، لأن لازم نفهم أن طريقة انتقال الفيروس دائما تكون من الأشخاص اللي يكونون قريبين من الشخص المصاب، وإحنا شفناها في دول يعني كثيرة. فيعني أحب دائما أكد، يعني الناس دائما تسألني يعني هل معناته إذا صارت حدوث من انتشار من إنسان لإنسان هل معناته أن إحنا ما قاعد نقوم بالعملية اللازمة أو هناك حالة لا بالعكس، طبيعة الفيروس دائما بينتقل من شخص يكون مخالط. أنا ذكرت في أول يومين أن لحدنا ما عندنا، لأن إجراءاتنا كانت مشددة وكنا مركزين على القادمين،
وهذا يرجعني خلي أجاوبك على السؤال الثاني حق الأشخاص اللي ما شملهم القرار. نعم فعلا تم رصد جميع أسماءهم بدينا من أمس إلى اليوم في الاتصال فيهم. خدنا العينات، طبعا جزء منها طلع سالب وجزء ما زلنا منتظره. فأنا أحب أكد لك العملية ما يعني ماشية سلسة. أنا اليوم يسألني كذا يعني مسؤول، شنو تحس أنت اليوم شعورك؟ هل أنت تحس أنك قلق، أو هل تحس أنك أنت مثلا خايف من شيء؟ أقول ما أنا كل يوم عن يوم أحس بارتياح، لأن المعلومة تكون أوضح والصورة تكون واضحة أكثر، الأعداد اللي أبي أفحصها تكون واضحة. أنا يعني كررت في أكثر من مرة، إحنا صاروا المواطنين هم يتصلون. يعني أخ مرة اتصال إيمان اتصال في 4-4-4 كتهم كم مكالمة جات لكم من ناس ما شملهم القرار، يعني قالوا لي فوق 100 شخص تقريبا إذا 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 الذاكرة ما خانتني. فهذا يدل على فعلا، يعني أنا أقولها بفخر صراحة ومدون مجامل، أنا فعلا فخور بالشعب البحرين، لأن قاعد أشوفهم إن إن عنده نوع من الوعي وعنده نوع حتى من الرقي، خوفا لي بالتأكيد. نعم دكتور، تولد هذا الوعي من خلال الحملة التي أطلقتموها في مستهل شهر فبراير. ولكن قبل أن أختم معك دكتور مناف، نود أن ننصح أيضا المواطنين والمقيمين، ماذا يتعين على الفرد فعله عندما يشعر بأعراض الإصابة بهذا الفيروس؟ تمام، أتوقع يمكن حتى حفظتوا هذه التعليمات من كثر ما قلناها ومن كثر ما عرضناها. أي إنسان موجود في أرض البحرين الحبيبة، إذا أنت كنت مخالط لشخص كان جاي من إيران بدت عليك عوارض، أتوقع الكل حفظ الرقم اللي بتصل فيه. نعم هناك ضغط هائل على الاتصال، إحنا قاعد نشتغل على هذا الشيء علشان نوفر الكادر اللي يقدر يستقبل المئات المكالمات اللي تلينا. في نفس الوقت أنا أحب أبشر الناس إنه وأشكر زملائي اللي قدموا التقاعد الاختياري، إنهم فعلا بدوا يجون وبدوا يساعدونا في يعني في مكافحة هذا الفيروس. بالنسبة حق المواطن كله أقدر أقول له إذا أنت مصاب بأي أعراض إنفلونزا، يعني اقعد في البيت افضل، يعني لا تخالط الناس، لا تروح مثلا تخالط المصلين في المساجد او في 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 المآتم. حافظ على النظافه الشخصيه، حافظ على غسل اليدين، علم اطفالك باهميه غسل اليدين، خلهم يقتدون فيك. الوجبات الغذائيه تكون متزنه، والرياضه ما دام الحمد لله جونا ما زال زين، مارس الرياضه. كل هذا بيزيد من مناعتك، وهذا يؤكد على الحمد لله جميع المصابين اللي عندنا باختلاف أعمارهم ما زالوا وربي لك الحمد ما زالوا في صحة جيدة. نعم، نشكر جهودكم دكتور المقدم طبيب مناف القحطاني، رئيس غرفة تحكم وترصد فيروس كورونا المستجد، شكرا جزيلا لك.